عمرك سألت حالك سؤال، هل الدواء بيشتغل بعد تاريخ الانتهاء مكتوب على العلبة؟ يعني هسه بعض الأدوية بتمسك علبة الدواء بتلاقي مكتوب عليها مثلا 31/5/2024، هل لو أنا شربت هذا الدواء متأخر يوم واحد فقط ممكن يصير لي إشي؟ أو على الأقل الدواء بيكون فقد مفعوله وما راح أطيب؟ حسب جامعة هارفارد أجريت أبحاث بواسطة مؤسسة الغذاء والدواء الأمريكية اللي هي FDA بطلب من قيادة الجيش الأمريكي شخصيا. الجيش الأمريكي عنده عشرات الألاف من المجندين وبيستهلك ملايين الدولارات من أسعار الأدوية، فهم طلبوا هاي الدراسة لأنه لو كل حبة دواء بده ينتهي مدتها بتدرميها رح أخسر ملايين. فنتيجة الدراسة إيش هي؟ تخيل نتيجة الأبحاث هذه التي أجريت كانت أنه أكثر من 90% من الأدوية تبقى صالحة أكثر من 15 سنة بعد تاريخ انتهائها، بشرط أنها تنحفظ في ظروف حفظ سليمة وآمنة، منها أنه مثلا لا تتعرض للضوء أو لا تكون في درجة حرارة عالية جدا. لكن تبين أن هناك احتمال لبعض الأدوية أنها تفقد جزء بسيط جدا من فعاليتها، خصوصا إذا لم تحفظ بصورة جيدة أو تعرضت لحرارة أو انفتحت العلبة أو الكبسول اللي هي فيها. طب شو أعمل؟ الخلاصة، إذا كان دوائك مهم جدا ومهم أنك تحصل على فعالية 100% ولو فقدت 1% من الفائدة تبعته ما راح تطيب والدواء غالي جدا ومش متوفر، فلا ترضى إلا بدواء مش منتهي تاريخ صلاحيته، مثلا أدوية القلب، أدوية الجلطة، الدايجوكسين، أدوية الصرع. هذه لو اشتغل 99% بدل 100% ما راح تستفيد. الإنسولين مثلا، المضادات الحيوية، لازم يكون فعال 100% عشان تستفيد. لكن دواء مثل البنادول مثلا وصار له يوم أو يومين منتهي مدته ما في مشكلة.